لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. نعم بارك الله فيكم. بالنسبة لو عدنا قليلا إلى التكبير المقيد والتكبير المطلق، متى يبدأ التكبير المطلق ومتى ينتهي، ومتى يبدأ أيضا التكبير المقيد؟ التكبير والذكر عموما في هذه الأيام هو أشرف الأعمال. جميل. هو الذروة، ولذلك قال جماعة من أهل العلم الذكر في هذه الأيام أعظم أجرا وثوابا وأحب إلى الله من الجهاد غير المتعين، الجهاد غير الفرض. الذكر مع أن الجهاد أعلى العمل وشقه، لكن الذكر أعلى منه في هذه الأيام بعظيم منزلة ومحبة الله له. فالذكر هو عمل المؤمن سواء كان حاجا أو غير حاج، وبالذكر تلين القلوب. صحيح. وبالذكر تطمئن الأفئدة، وبالذكر تسعد النفوس، وبالذكر تسرح القلوب، ولذلك يتنوع الذكر يا شيخ. طبعا يتنوع، لكن أعلى الذكر هو التكبير. صحيح. ولذلك في هذه الأيام لذلك كان المنقول عن السلف وعن الصحابة رضي الله عنهم وكثرة التكبير في هذه الأيام، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، وما إلى ذلك من أنواع الذكر والتكبير الكثير الذي ورد والصيغ العديدة التي وردت. ولو أن الإنسان ما حفظ شيئا من هذه الصيغ ولازم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكرارا، حصل منه الذكر المطلوب في هذه الأيام. الله تعالى خص هذه الأيام وهي الأيام المعلومات بأنها أيام ذكر. قال تعالى في ما ذكر من مقاصد المجيء إلى هذه البقعة: ويذكر اسم الله على ما رزقهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأيام المعلومات قال ابن عباس هن العشر الأول من ذي الحجة. أيضا أيام التشريق التي تلي أيام العشر وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هن المقصودات بقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودة. فالذكر هو في كل هذه الأيام، وهو على ما تفضلت على نحوين فيما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم. ذكر مطلق، ومقصود بالذكر المطلق هو الذكر الذي يكون في كل وقت وفي كل زمان وفي كل حال وعلى كل أحوال الإنسان زمانا ومكانا وحالا، يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب في سوق وممشاه بأي صيغة تيسرت له، مثل ما ذكرنا قبل قليل، لأن الوارد على الصحابة جملة من الصيغ، ورد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، ورد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ورد تثليث التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه أبرز ما وردت من الصيغ عن أنس وعن عبد الله بن مسعود وعن سلمان الفارسي وعن ابن عباس عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. هذا التكبير المطلق. وأما التكبير المقيد وهو النوع الثاني من أنواع التكبير، فهو الذي يكون أدبار الصلوات المفروضات. ينقطع التكبير المطلق؟ لا ينقطع التكبير المطلق. التكبير المطلق يبتدي من دخول الشهر إلى غروب شمس يوم الثالث عشر، ثم يكون التكبير المقيد وهو الذي بعد الصلوات في فجر يوم النحر، فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. هذا لكل بالنسبة للنهاية متفق بين الناس كلهم، لكن في البداية بالنسبة للحاج يبدأ من ظهر يوم النحر، وبالنسبة لغير الحاج يبدأ من فجر غد فجر عرفة إذا سلم. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يكبر. وإذا كبر معه الناس فلا بأس، لأنه مثل ما ذكر البخاري رحمه الله أن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته، وكان يكبر فيسمعه أهل المسجد فيكبرون بتكبيره، فيسمعه أهل السوق فيكبرون بتكبيره حتى ترتج منا تكبيرا. فيكون إذا ذكر الإنسان غيره بالتكبير فكبر من سمعه فهذا خير. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في أيام العشر يكبران في الأسواق فيكبر الناس بتكبيرهما. فالتكبير إذا رافقك أحد بالتكبير
فهذا لا بأس به. لكن أن يكون الإنسان فيما يتعلق بالتكبير للجماعة الذي يقول بعض أهل العلم بأنه بدعة، والذي لا يكون الإنسان مكبرا إلا مع شخص يكبر معه ابتداء وانتهاء ووقتا وزمانا ومكانا، هذا بالتأكيد لم يكن موجودا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، إنما كان كل يكبر، وإذا كبر أحد فكبر الناس بتكبيره، كان هذا من التذكير بالخير ومن التعاون على البر والتقوى. حتى نكون الأقرب إليكم، بإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.